مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام المقبلة. يتوقع إن شاء الله أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي تنتج هذه الحالة عن كتلة هوائية دافئة ورطبة بدأت تندفع من جنوب غرب البلاد، تعمل على تكاثر السحب الرعدية على بعض المناطق، وتظهر الخريطة تأثر مرتفعات الباحة وعسير جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى منطقة الطائف ومنطقة القصيم والرياض، بالإضافة إلى حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وشمال شرق المملكة بهذه السحب الركامية المتوقعة اليوم الثلاثاء، والتي تؤدي إلى تساقط زخات من الأمطار المتفرقة قد تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع العواصف الرعدية وتساقط البرد في بعض المناطق بمشيئة الله. تترافق وتتزامن حالة عدم الاستقرار الجوي مع إثارة الأتربة، وخاصة في غرب البلاد قد تتحول الأجواء فيها إلى مغبرة قبل تساقط الأمطار الرعدية بسبب نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار والأتربة، وعليه يحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار ومن خطر تشكل السيول في مجاري الأودية والشعاب. تابعوا دائما آخر التحديثات الجوية أولا بأول عبر تحميلكم لتطبيق طقس العرب، ودائما زورونا للمزيد على موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، بالإضافة إلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. أطيب الأمنيات من مركز طقس العرب الإقليمي، في أمان الله.